بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعهم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين في فقه السادة الشافعية. وكنا يوم السبت الماضي بدأنا في فصل في قصر الصلاة وجمعها، ويجوز للمسافر أي المتلبس بالسفر قصر الصلاة الرباعية لا غيرها من ثنائية وثلاثية، وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. وذكرنا أن هناك بعض الشرائط غير التي ذكرها المصنف، تكلم عليها المحشي فقال أولا من بين الشرائط التي لم يذكرها دوام السفر طول فترة الصلاة. ففي أثناء الصلاة لو نوى القصر فوصل إلى محل إقامته أتم، ولو نوى قصر كمن نوى الصلاة القصر مثلا في السفينة ثم دخلت في حدود بلده في أثناء الصلاة يتم، لأن القاعدة إذا اختلط الحضر بالسفر غلب الحضر، يعني إذا اختلط الحضر بالسفر دخلوا بعض لأي اختلاط يبقى يغلب حكم الحضر لأنه الأصل، وعلشان كده يبقى يشترط دوام السفر، دي أول حاجة. ويشترط من الشروط الثانية إيه؟ قصد موضع معلوم بالجهة معلوم، يبقى عنده قصد معلوم هروح الحتة الفلانية، والمكان ده يكون على بعد المسافة اللي هنتكلم عليه. إنما اللي خارج هائم أو هربان أو بيطارد غريم أو شيء من هذا ده ما يقصرش لأنه لسه مش عارف جهة معينة. والثالث التحرز عما ينافي نية القصر، يعني ما يجيش في أثناء الصلاة بعد ما ينوي وهو بيقرأ الفتح يقول يا ترى أنا نويت قصر ولا ما نويتش، يبتدي يحدث نفسه، يبقى ساعتها يتم. لو شك لازم يتم، لأن هنا اختلط برضو الحضر بالسفر، يعني اختلط إن أنا نويت صلاة المسافر ولا نويت صلاة المقيم، يبقى اختلطوا يغلب حكم الحضر. وكذا لو نوى خلف إمام متم برضو اختلط الحضر بالسفر، اهو الاقتداء بمتم وهو مسافر اختلط الحضر، يوم نغلب حكم ايه؟ حكم الحضر، يوم يتم. يبقى القاعدة ماشية في الشروط كلها. والرابع ان يكون سفره لغرض صحيح، ما يكونش محرم، سفر محرم. والخامس انه يعرف ان القصر جائز من الشرع الشريف واحكامه ايه، والا ما يهجمش عليه ومش عارف احكامه، يبقى لازم العلم بجواز القصر وأحكامه، وإلا لا يهجم على إيه؟ على الفعل وهو لا يعرف أحكامه. اللي مش عارف أحكام القصر يتم صلاته ويصلي عادي ومسافر برضه لحد ما يتعلم، أو يبقى معاه واحد فاهم يوم يقول له تعالى احنا هنقصر وهنعمل كذا، يشرح له أول بأول خطوة بخطوة. هيتكلم هو بقى على الشروط بخمس شرائط. الأول أن يكون سفره أي الشخص في غير معصية، وهو شامل للواجب كقضاء دين وللمندوب، وفي بعض النسك قضاء مكان كقضاء دين كحج البيت مثلا، لأن الحج برضو واجب، وللمندوب كصلة رحم وحج التطوع والعمرة كل دي مندوبة، وللمباح كسفر تجارة وبرضو المندوب ممكن صلة رحم، زيارة أخ في الله، زيارة الصالحين، كل دي سفر مندوب، وللمباح كسفر تجارة أو لحضور مؤتمر أو للتعلم لزيادة العلم يعني أو لزيادة الرزق إذا ضيق عليه في بلده في الرزق، كل ده سفر مباح. أما سفر المعصية
كالسفر لقطع الطريق فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع. والثاني أن تكون مسافته أي السفر 16 فرسخا تحديدا في الأصح، لا تحسب مدة الرجوع منها، والفرسخ 3 أميال، وحينئذ فمجموع الفراسخ 48 ميلا. الفرسخ 3 أميال، 3 أميال، وإحنا بنقول إن هو 16 فرسخ، يبقى 3 × 16 تطلع 48 ميلا، والميل 4000 خطوة بالخطوة المعتادة، والخطوة 3 أقدام، والخطوة تحط رجلك كده قدم، لازق في قدم لما يجي 3 أقدام، والمراد بالأميال الهاشمية. والثالث أن يكون القاصر مؤذن للصلاة الرباعية، يبقى صلاة أداء مش صلاة فائتة، هو كان مقيم برضه هنا بيؤدي الفائت بس في حال السفر، لكن كان مقيما لما فاتته، يبقى اختلط الحضر بالسفر، نقول له لا اتم بقى مش كده برضه. اما الفائتة حضرا فلا تقضى فيه، اي في السفر مقصورة، والفائتة في السفر تقضى فيه مقصورة، تقضى في السفر مقصورة لا في الحضر، لكن لو هي ادي فائتة السفر في الحضر اختلط الحضر بالسفر يغلب الحضر. قاعدة ماشية احفظها على طول القاعدة دي، يتم على طول. والرابع أن ينوي المسافر القصد للصلاة مع الإحرام، ينوي مع الإحرام القصد. والخامس ألا يأتم في جزء من صلاته بمقيم، وإلا يختلط الحضر بالسفر، فعليه أن يتم أيضا، أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم. نقف هنا، يبقى كده خلصنا إيه شروط القصد، وحنقف على شروط الجمع. نقرأ شرح كلام الشيخ البيكوري على ما سبق. فبيقول ايه الشيخ البيجوري، قوله الاول، مش بيقول هنا وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط الاول، الاول هو بيعلق على كلمة الاول دي مش عجباه شوية، خمس شرائط، شرائط جمع ايه؟ جمع شرط مش كده برضو؟ طيب جمع جمع شريطة. ليه عرفنا ان هي جمع شريط؟ ما ولاش جمع شرط، لانه قد خمس ذكرها، طالما مذكر الرقم مذكر يبقى ايه؟ يبقى مفرده عكس مؤنث، فهمتني؟ لو قال بخمسة شرائط نقوم نقول يبقى جمع ايه؟ شرط مذكر. لو قال بخمسة شرائط نقول ده جمع شرط، لكن قال بخمس شرائط يبقى هنا ايه؟ جمع شريطة، عشان خمس هنا ايه؟ مذكرة، يبقى مؤنث. فكان الاولى يقول الاولى، لان الشريطة الواحدة فيها مؤنث، يقول الاولى مش الاول، الاول ده مذكر. شفت بقى دقة الشيخ لما يقعد يناقش، علشان بيعلمك الدقة، مش اي حاجة تعديها كده، فهمت؟ فهو عايز يقول لك ايه، قوله الاول، كان الأولى أن يقول الأولى، لأن الشرائط جمع شريطة بمعنى مشروطة، وهي مؤنثة كما هو ظاهر، ولذلك دليل أن هي شريطة، ولذلك حذف المصنف التاء من العدد، ما قالش خمسة، قال خمس. افهم كلام الشيخ. ويجاب، طب أنا لو عايز أدق على الشارح، واخد بالك بخمس شرائط الاول، واخد بالك عايز انا ادافع عنه بقى، التمس له عذر يعني، واقول ان لا ده ما اخطاش، ده في مخه حاجه ثانيه. بيقول ويجاب بان الشارح راعى المعنى، فان الشرائط بمعنى الامور المشروطه، فيبقى هي ايه؟ مفردها امر، ويبقى الاول تمشي، يعني بيقول الامور المشروطه. شفت بقى ان علماء النحو دول ما بيغلبوش، عرفت ان هما ما بيغلبوش، يعرف ازاي يعمل لك من الفسيخ شربات، ودي برضو ايه؟ فهم عميق في اللغة العربية. ويجاب بان الشارح راعى المعنى، فان الشرائط بمعنى الامور المشروطة وهي مذكرة، فلذلك قال الاول. بس احنا هنا نقول له برضو ما زال لما يبقى بمعنى الامور المشروطة كان يقول بخمسة شرائط، مش كده برضو؟
نحول بخمسة شرائط. نرجع برضو عليه نقول له لو كان هو يقصد هي تعود على الأمر وهو مذكر كان يقول بخمسة شرائط بقى، صح ولا لا؟ يبقى ايه برضو الإجابة يعني برضو فيها ايه، لكن معلش عشان احنا تعودنا اننا نحاول لا نخطئ الشيخ. تملي مشايخنا يقول لك اما تقرا الكتاب وما فهمتش السطر ما تقولش الشيخ اخطا، لا انت اللي ما فهمتش، اوعى تشتوا حاجه، علم عليه وروح اقراه على الشيخ. كانوا يقولوا لنا كده واحنا صغيرين ايام ما كنا بنذاكر، ما فيش حاجه اسمها الحته دي واروح معلم عليها بقول كده غلط الشيخ. ليه؟ علشان انت ما فهمتهاش. طب ما هو العيب فيك انت، الشيخ هو اللي ما بيغلطش. كانوا يقولوا لنا الشيخ ما يغلطش ابدا، انت اللي تغلط، شاور عليها وتعالى اقراها عندي. كانوا يقولوا لنا كده، يقوم يعلمك انك انت اولا تتواضع وانك انت ما تحسش انك انت بتحجر فهمك على فهم غيرك، وتخلي حجم الشيخ بحجم فهمك انت، لا الشيخ اعلى منك. فهمت؟ عشان كده كانوا يقولوا لنا الشيخ ما يغلطش، فهو بيعلمك هذا المعنى. يقول لك حتى لو انت جاب بالك وكنت تقول كان الاولى يقول الاولى، لا ممكن انه جاب يمكن جاب باله الامور، ويمكن في مذهب من مذاهب النحاة القديمه لو بحثت يجيز مثل هذا المعنى، وان يبقى العدد مثل البتاع يمكن لو بحثت. ما مذاهب النحاة كتير، ده زي مذاهب النحو زي مذاهب الفقه واكتر، وبيختلفوا في امور اكتر من الفقهاء ما يختلفوا، ويقعدوا يناقشوا الكوفيين والبصريين وغيرهم وشغلان، ويجيب لك بيت شعر قديم ينغبش عليه من فين ويقول لك اهو بشاهد البيت ده. فعلشان كده يبقى مفيش حاجه اسمها انا مش فاهم السطر ده يبقى الشيخ اخطا، لا انا اللي مش فاهم اروح للشيخ الثاني اللي يعلمني. قوله ان يكون سفره اي الشخص في غير معصيه، ما قالش ليه ان يكون سفره اي المسافر، عشان ركيكه بقى كله كده كله جاي من نفسه، فهو حاول ينوع العبارة، حاول ينوع العبارة. كان مقتضى سياق كلام المصنف أن يقول أي المسافر، فيكون الضمير راجعا للمسافر لتقدمه في كلامه، ولكن عدل الشارح عنه وإن كان مقتضى السياق لما يلزم عليه من التهافت والركة في العبارة، الركاكة يعني اللي هو تكرار نفس الألفاظ، لأن تقديرها عليه أن يكون سفر المسافر كما أفاده الميداني، فهذا هو الذي يظهر في نكتة العدول، بخلاف ما نقله المحشي عن القليوبي، المحشي اللي هو البرماوي اللي عمل حشية قبل الشيخ إيه البيجوري، بخلاف ما نقله المحشي عن القليوبي من أن نكتة العدول اعتبار الجواز من ابتدائه، يعني من ابتداء السفر، فإن هذه النكتة لا تظهر هنا. احنا قلنا ان يجوز يقصر الصلاة من ابتداء السفر، يعني لما يفارق البنيان مش لحد ما يوصل موضع الله، يعني بمجرد ادي معنى ايه من ابتدائه، وهو ما يبتديش السفر الا اذا خرج عن حدود المدينة بتاعته المقيم فيه. يعني انت راجل ساكن في المقطم، لو حد قابلك في ميدان التحرير هيقولك انت مسافر ليه؟ مش هيقولك انت مسافر ليه، عادي بتعمل مشوار عادي. لكن لو قابلك على طريق مصر اسكندرية الصحراوي هيقولك انت مسافر ليه؟ يبقى انت هنا مسافر لكن هنا مش مسافر. هنا قال لك انت مسافر عشان بقيت في طريق السفر، خرجت عن حدود المدينه. لكن طول ما انت في حدود المدينه ما اسمكش مسافر. يبقى يبتدئ التراخص بابتداء السفر، يعني التلبس بالسفر لما يخرج عن حدود ايه؟ السفر. فهمتني؟ طيب ما يخرج عن حدود مدينته، مدينه الإقامة. فإن هذه النكتة لا تظهر هنا، وقد تقدم التنبيه عليها في قول ويجوز للمسافر أي المتلبس بالسفر فتدبر. قال لا هو ما قالش كده، ده تنويع للعبارة، مش معناه إن هو إيه يعني ما كان الأولى يقول المسافر علشان يبين، لا ده مسألة تنويع في العبارة فقط. النكتة نكتة العدول يعني إيه التكة باللغة المصرية بتاعتنا. ليه بقى الحته الدقيقه؟ هو الامر الدقيق، النكته هو الامر الدقيق الذي لا يفهمه كثير من الناس. الامر الدقيق، علشان كده انت ساعات باللغه المصريه بتقول نكته، في بعض الناس اللي فاهمه على قده ما يفهمش النكته تقعد تشرحها له. لكن ما كانش هو كده يعني عنده ذكاء يروح لقيتها يضحك على طول. مش كده برضو؟ انما اما يجي هو تقول النكته وتخلص وتلاقيه ما تضحكش، يقول لك يعني ايه؟ تقعد بقى تشرحها له وتبقى دي مسخ، يبقى ما ادركش النكته. النكتة اللي هي الشيء الدقيق الذي يعني يدل على ايه؟ على ان اللي قدامك لماح يفهم بالاشارة.
فهمت؟ ادي المعنى. عشان كده المصريين عندهم الحته الدقيقه دي، تقول له حاجه بسيطه كده يعمل لك عليها، وتبص يطير في الضحك. زي مثلا ايه؟ لما مسك واحد صعيدي في مطار جد داخل بتأشيرة مزورة فعايزين يرجعوا بلد، وقال لهم يا جماعة أنا جاي أكل عيش هنا، شغلونا أي شغلانة ولو خادم الحرمين حتى. شفت أنت تضحك على طول لأنك تدرك إيه المعنى اللطيف اللي فيه، فهمت إزاي؟ لكن لما تقولها لواحد تاني يمكن ما ياخدش باله. طب إيه إزاي يعني؟ إزاي يشتغل خادم الحرمين يعني؟ هو معهوش تأشيرة يعني؟ ده السعوديين ما يطلوهاش، لأنه مش فاهم الإدراك معنى كلمة خادم، وإن هو فاهم إن خادم يعني هيخدم في الحرم، يعني هيكنس ويمسح ويعمل، يوم يدرك، أدي معنى النكتة، فهمت بقى؟ فهذا هو الذي ظهر في نكتة العدول بخلاف ما نقله المحشي عن القليوبي من أن نكتة العدول اعتبار الجواز من ابتدائه، فإن هذه النكتة لا تظهر هنا، وقد تقدم التنبيه عليها في قوله ويجوز للمسافر أي المتلبس بالسفر فتدبر، قوله في غير معصية. أي بسبب غير معصية. في هنا بمعنى سبب، يعني سبب السفر إنه يكون بغير معصية. يبقى في غير معصية أي بسبب غير معصية. فكلمة في سببية. على حد قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة حبست. يبقى في هرة يعني بسبب هرة. فالشرط أن يكون السفر بسبب غير المعصية، وإن عصى فيه يبقى سفره نفسه ما يكونش بسبب معصية. يعني أنا مسافر هروح أزور عمي اللي مريض، أو هزور صديقي، ده سفر حلو، وبعدين وهو مسافر ما يشوفش واحدة ست إلا ويعاكسها، واخد بالك إزاي؟ يبقى قاعد بيعصى في السفر، واخد بالك، ويسرى المسافرين في القطر الدنيا زحمة يمديله يسرق، يبقى هنا بيعصى في السفر مش بالسفر، بيعصى في السفر ولا يعصي بالسفر، فهم؟ هو سفره نفسه حلو هدفه كويس، لكن في أثناء السفر بيعصى، فيبقى العاصي في السفر يقصر وإيه ويعمل ياخد كل الرخص، لأن هدفه من السفر طاعة أو مباح كويس، ومعصيته في السفر دي طارئة. لكن العاصي بالسفر، أنا مسافر عشان أقطع الطريق، عشان أنضم العصابة، عشان أتجسس على بلدي، زي ما بيكتروا الوقت اللي بيتجسسوا على بلدهم لصالح إسرائيل، فمسافر مخصوص عشان يتجسس، أو ده عاصي بالسفر، ولو قاعد آخر أدب طول سفر ما يعنيش، لكن لا يترخص ليه؟ لأنه ده عاصي بسفره لا في سفره، فهمت الفرق الدقيق؟ طيب، وعلشان كده بيقول فالشرط أن يكون السفر بسبب غير المعصية، وإن عصى فيه كويس، كما لو سافر لتجارة أو زيارة وبعدين يزوق من الكمساري عشان ما يدفعش الأجرة. هو مسافر لكن يزوق من الكمساري عشان يبقى حرام ان يزوق، عشان كده بيسافر سفلق حرام، لكنه ايه يقصر، لانه هو هدفه كويس لكن طريقته في السفر هي اللي مش كويسه، فهمتني ازاي؟ ادي المعنى. كما لو سافر لتجاره او زياره وعصى فيه بزنا او شرب خمر مثلا، ويسمى حينئذ عاصيا في السفر مش بالسفر، عاصيا في السفر يعني في اثناء السفر، في أثناء السفر لا بالسفر ذاته. فيجوز له هذا الرجل القصر وغيره من الرخص، لأن المعصية في السفر لا تمنع الترخص. وأما قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي، في قاعدة كده يقول لك الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخصة دي ربنا بيدالك هدية عشان يساعدك، طب أنت بتعمل معصية يساعدك، هي اللي تناط بالمعاصي، مش كده برضه؟ الرخص لا تناط بالمعاصي، فلما يبقى السفر نفسه معصيه، لما يبقى نفس السفر معصيه يبقى هنا يمشي تبع القاعده، الرخص لا تناط بالمعاصي، مش كده برضه؟ لكن لما يبقى السفر مباح لكن انا بسافر في اثناء سفري بعصى،
يبقى أنا هنا ما أخشش تبع القاعدة دي. أما قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي فمعناه لا تعلق بها، لا تعلق بها بحيث يكون سببها معصية. ولو يعني سببها سبب السفر نفسه معصية. ولو كان المسافر كافرا، يديك أمثلة بقى. طيب ولو كان المسافر كافرا ثم أسلم في أثناء الطريق ترخص وإن كان الباقي دون مسافة القصر، لأن سفره ليس بسبب معصية وإن كان عاصيا بالكفر. هو أصلا كان مسافر، سفر يدرس يعمل حاجة وكان كافر، في طريق السفر التقى بواحد مسلم حلو كده قاعد كلمه، فالرجل أسلم في الطريق وباقي مسافة أقل من مسافة القصر. نحذف كل المسافة، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله من الكفر في السفر، ويبقى ده اسمه كان عاصي في السفر وليس عاصي بالسفر، ولا معصية في السفر لا تمنع. بنقوله خلاص ترخص انزل وصلي مع القصر، فهمتني؟ حتى ولو كان الباقي دون مسافة القصر. فهمت المسألة؟ وإن كان عاصيا بالكفر لا بالسفر، فهمت؟ قبل ما يسلم يعني. طيب قوله هو أي غير المعصية أو السفر في غير المعصية، يدل للأول أي غير المعصية قوله كقضاء دين، غير المعصية أو السفر في غير المعصية يدل للثاني، وقول كصلة الرحم يدل وكصلة يدل للأول قوله كقضاء دين وقوله كصلة الرحم، ويدل للثاني يعني أو السفر في غير المعصية قوله أو سفر حج وقوله كسفر التجارة. ويمكن التقدير في الأولين بأن يقال كسفر قضاء دين وكسفر صلة رحم، وقول شامل للواجب إلى آخره، أي وشامل أيضا للمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموت، طبيعة ابنه مكروه يعني، وسفر الشخص وحده كرده سفر مكروه، أو مع آخر اثنين بس فقط لقوله صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. ومحل الكراهة ما لم يأنس بالله تعالى، وإلا فلا كراهة. ده ساعات الواحد يبقى عايز يسافر لوحده عشان يقضي السفر في ذكر الله في الصلاة، بدل ما يلاقي واحد طول السفر قاعد يرغي معاه. يبقى إذا كان من النوع ده بيأنس بذكر الله يبقى لا يكره له المسافرة وحده، إنما الذي ليس في هذه الحال يبقى يكره له أن يسافر وحده. كويس. ويمكن أن الشارح أدخل المكروه في المباح لكونه أراد به الجائز أعم من أن يكون مستوي الطرفين، وهما الفعل والترك أو لا فيشمل المكروه. يعني شوف، يعني السفر في غير معصية يشمل المكروه، لأن المعصية هي حرام، المكروه مش حرام، المكروه الأولى تركه بس لكن مش حرام، فيبقى طالما يقول في غير معصية بيشمل المكروه، يشمل المكروه. زي اللي بيسافر عشان يزود امواله وهو عنده اموال في بلده تكفيه، او ده سفر مكروه، ده سفر مكروه. يعني انت عندك اللي يكفيك، شغال هنا الحمد لله وبتقبض مبلغ من المال معقول، ما بتستلفش، بتصرف على بيتك وعيالك وعايش حياة كريمة حلوة، خلاص ما تسافرش بقى. هتسافر تشوش نفسك وتشوش اولادك وتشوش العيلة، فده يسموه مكروه، سفر مكروه. كويس. ده لو كان في بلاد لو كان في بلاد اسلامية، لو كان في بلاد كفار بقى حرام قاطعا، لانه هيروح يعين بلاد الكفار، واخد بالك ازاي، ويبذل جهده في اقامة هذه البلدان ويقويها في مجال، كل في مجال، يبقى ساعتها حرام. خدت بالك؟ الحرام ما يترخص فيه، المكروه يدخل تبع غير المعصية، تبع السفر غير المعصية. زي برضو أنا هسافر للتنزه في بلاد المسلمين، زي هسافر الساحل الشمالي
فهمتني ازاي؟ او ده سفر مكروه ممكن اترخص فيه طالما انا راجل محترم نفسي، يعني ما بروحش اقعد على ايه الشواطئ عشان اتفرج على الستات اللي لابسين مايوهات. انا دي مش في بالي، انا في بالي بس ان انا ابعد عن ايه؟ عن الحته اللي انا بشتغل فيها كتير، اتخنقت وزهقت بقى وعايز اغير منظر، ابعد تعبت. يبقى ده في الحاله دي ايه؟ يزول كرهته لو انوي في اثنائه زياره احد الصالحين او زياره صديق او زياره ولي من الاولياء. تبص تلاقي بقى انقلب الى سفر مندوب مستحب. فاهم؟ ما ان هتعمل هتعمل. يعني انا طول عمري يعني لا يعني يمكن ما لا اتذكر اني رحت اسكندريه الا وانا اروح ازور سيدنا المرسي ابو العباس. لازم وانا طالع لازم سيدنا المرسي ده لازم اخد التاشيره من عنده لان وصلت اسكندريه. واخد بالك؟ خلاص يبقى ساعتها تروح تصيف، لكن هتزور الاوليه بقى سفر مستحب. سفر مستحب على طول. خدت بالك؟ ما فيهاش مشكله. عشان كده كنا نروح اي بلد كنا نقول في ولي هنا، فين الوالي بتاع البلد دي؟ نروح نزوره. خلاص تروح ايه؟ منقوله الى سفر مستحب. ايوه دي. انت بقى هنا فين مصر؟ يعني لانها عمل دنيء شويه. عمل دنيء، يا ساتر. اول ما تساله بتشتغل ايه؟ يقول لك انا بشتغل تاجر اكفان. تقول له يا ساتر انا لله وانا ايه ده؟ مش كده برضه؟ غير ما يقول لك انا تاجر قماش، يعني هتقبضك دي شويه، مش كده؟ عمل يعني الناس تنفر منه. لكنه عمل مباح يعني، ما فيش حاجه. طيب، فبيقول لك هنا كقضاء دين، اي كسفر قضاء دين، فهو على تقدير مضاف على ما مر، ويدل لذلك قوله او سفر حج. يعني كقضاء دين مثال للواجب، السفر الواجب. وفي بعض النسخ قوله او سفر حج كما في بعض النسخ كقضاء دين او سفر حج. طبعا في النسخ اللي فيها سفر حج لازم تكتب حج الفريضه او النذر او الحج عمن لم يحج. كويس؟ عشان يبقى سفر حج فريضه. انما التطوع يبقى مستحب. سفر الحج التطوع ده مستحب شويه. وللمندوب، اي وشامل للمندوب، وقوله كصله الرحم، اي كسفر صله الرحم على ما مر. انا مسافر مثلا طنطا، هزور السيد البدوي، وازور مثلا عمتي اللي هناك، ولا خالي اللي هناك، ولا حد، وفي نفس الوقت هقعد شويه غير منظر، ما يجراش حاجه. بقى سفر حلو مندوب، بقى السفر ده مندوب لانه حصر رحمي وصور الاولياء وغير منظر، ما يجراش حاجه. وقولك صلة الرحم اي كسفر صلة الرحم على ما مر ايضا. ومعنى صلة الرحم الاحسان الى الاقارب بما يمكن. صلة الرحم الاحسان بالاقارب بما يمكنك. اذا كنت انت راجل ربنا وسع عليك بالمال، تحسن اليوم بالمال. مش مدي لك مال كتير، تحسن لهم بالاخلاق الحلو، تسال عليهم، تبارك لهم في الافراح، تعزيهم في الموتى، تزورهم عند مرضهم. ادي معناها ايه بالكلام. يعني الاحسان اللي باي صوره بما يمكن. فالكلام على تقدير مضاف اي صله ذوي الرحم بمعنى القرابه، ويحتمل ان يراد بالرحم الاقارب مجازا، فلا حاجه الى تقدير المضاف. قول وللمباح، هيدي لك مثال للمباح. أي وشامل للمباح، ويحتمل أن الشارح أدخل فيه المكروه كما مر. وادالك مثال للمباح كسفر تجارة. أما سفر المعصية مقابل لقول المصنف أن يكون سفره في غير معصية، ولا فرق في سفر المعصية بين أن يكون أنشأه معصية من أوله ويسمى حينئذ عاصيا بالسفر، وأن يكون قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعة ويسمى حينئذ عاصيا بالسفر في السفر، فلا يترخص كل منهما. يعني أنا عندي إيه؟ ثلاث أنواع، كأنه عايز يقسمها ثلاث أنواع. عاصي بالسفر من الأول ده ما يترخص، وفي نوع تاني أنشأه سفر طاعة حلو، سفر حلو، وبعدين في الطريق كده
قال اه ده كويس، ده في هناك الجدع قريبي ده اللي كان كسفني في مصر، والله لا اروح اخرب بيت واهزقه واتخانق معاه. فراح قال ابو معصيه في الطريق بعد ما كان مسافر يزور عمه، قال بالمره هعدي على فلان ده ابهدله اللي هزقني ده. فقال ابو ايه، ويمكن يكون شراني اكتر، يقول لك هطخه، يبقى شراني اكتر من الصعيد الدوان، واخد بالك؟ يبقى ايه، قال ابو معصيه بعد ما كان ايه، يبقى ده اسمه عاصي بالسفر، الاولاني عاصي بالسفر والتاني عاصي في السفر بالسفر، عاصي في السفر، الاثنين دول ما يترخصوش، النوعين دول ما يترخصوش. فهمت؟ خدت بالك من الحته دي؟ طيب، فلا يترخص كل منهما. وندي لك مثال تاني، عاصي ايه في السفر مش بالسفر، طول ما هو مسافر يعني يشرب سجاير، اهو ده عاصي في السفر، لكن سفره كويس، هيزور خالته ويزور قريبه ويزور عمه، لكن طول ما هو مسافر قاعد يشرب سجاير وشرب السجاير حرام، يبقى ده عاصي في السفر مش بالسفر. ده مثال اخر، اللي بيشرب الدخان في اثناء سفره. فلا يترخص كل منهما، اللي هو عاصي بالسفر وعاصي بالسفر في السفر، فلا يترخص كل منهما. فإن تاب الأول وهو العاصي بالسفر، طب هو ناوي يسافر اسكندرية عشان يقطع رحم، كويس، ففي أثناء الطريق كده وهو وصل طنطا، قال يا أخي حرام يا أخي تقطع رحم كده، استحملهم يا أخي، يا أخي حسن ألفاظك يا أخي وأخلاقك، عيب كده بعد ما شبت تروح تعمل الكلام ده، قاعد ايه بس في نفسه، لا والله انا هروح، انا احسن خيرهم الذي يبدا بالسلام، انا هروح اسلم عليهم واخدهم بالحضن واحل الاشكال. غير مخه في طنط، لكن لما طلع من مصر واخد بالك، كان عاصي بالسفر، جاء عند طنطا غير والقطر شغال، يبقى من اول ما غير نيته الى طاعه يقدر يكسر ويترخص. فهمت؟ مع انه انشاه عاصيه لكن قلبه طاع. فإن تاب الأول وهو العاصي بالسفر فأول سفره محل توبته، فإن كان الباقي طويلا يعني أكثر من 80 كيلو، فطويلا فإن كان الباقي طويلا في الرخصة التي يشترط فيها طول السفر كالقصر والجمع، أو قصيرا في الرخصة التي لا يشترط فيها ذلك كأكل الميت للمضطر ترخص. وإن كان الباقي قصيرا، ده غير نيته في كفر الدوار، ولا غير نيته في سيدي جابر، لا خلاص اللي باقي مسافة بسيطة ما يلحقش يترخص، ده خدت بالك. وإن كان الباقي قصيرا في الرخصة التي يشترط فيها طول السفر لم يترخص. وأما الثاني وهو العاصي بالسفر في السفر، فإن تاب ترخص مطلقا، وإن كان الباقي قصيرا خلافا لظاهر كلام الشيخ الخطيب اعتبارا بأوله، وهو العاصي بالسفر في السفر، كويس، اللي هو ابتدى الأول، ابتدى الاول سفر عادي وبعدين قال ابو معصيه، ده يترخص على طول حتى ولو المسافه قصيره، كويس. فان تاب ترخص مطلقا وان كان الباقي قصيرا خلافا لظاهر كلام الشيخ الخطيب اعتبارا باوله واخره، والحق بسفر المعصيه سفر من اتعب نفسه او دبته بالركض بلا غرض شرعي. بعض العلماء الحقوها، بيسافر على الطريق الصحراوي ماشي على 160، شيب الناس طول السكه، شيب الناس. طب ليه يا ابني بتسافر كده، بتسوق ليه بسرعه كده؟ يقول لك اصل انا غاوي السفر، يعني عندك ميعاد مهم يعني هناك؟ لا ابدا، انا هروح هناك انام، يعني مفيش مسوق، ما عندوش حد بينزف هناك مثلا هيموت يلحق ولا حاجه، يبقى ده بيعمل هنا برضه، يبقى عاصي بالسفر، لأنه ممكن يعمل حوادث، يعمل مشاكل، فالحقوا به
من أتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي، وإن كان سفره لطاعة ذكره في الروضة، وإن كان سفره لطاعة لو تعب دبته أو عمل إرهاق شديد بلا داعي شرعي يبقى الحقوق بسفر المعصية كأصلها. وأما العاصي في السفر، في السفر بقى اللي هو زي المدخن في أثناء سفره، أو اللي بيعكس الستات، أو اللي بيسرق، أو بيعمل حاجات من دي، فلا يمتنع عليه الترخص كما مر. والحاصل أن العاصي ثلاثة أقسام: الأول العاصي بالسفر وهو الذي أنشأه معصية، والثاني العاصي بالسفر في السفر وهو الذي قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعة، وهو ده اللي هو أول ما ما يبتدي يتوب يقصر ولو المسافة بسيطة. والثالث العاصي في السفر وهو الذي يسافر لطاعة لكن عصى فيه بشيء من المعاصي كما هو ظاهر. بديك مثال لسفر المعصية: كالسفر لقطع الطريق، أو أي وكسفر آبق، آبق يعني هربان من سيده، عبد هربان من سيده، وناشزة، وامرأة مسافرة بدون رغبة زوجها اسمها ناشزة، يعني رغما عن عن طاعة زوجها. جوزها لا ما تسافريش، قالت له ازاي ما سافرش اسكندرية وانا واحدة من جيراني ماتت، فانا لازم اروح اعزي جيراني، هتقطعني عن جيراني ولا ايه؟ يا بنتي ما تسافريش، العيال قربوا عندهم امتحانات وخدي بالك من البيت. تقوم تروح ساكتة، واول ما ينزل يروح شغله وهو عارفة انه بتروح شغله بيبات في الشغل، تروح نازلة وراه وركب القطر وتطلع على اسكندرية تعزي عشان ترجع قبل ما يجي. ايدي ناشز، يبقى دي عافية ما ينفعش تترخص. وفرع لم يستأذن أصله، يعني ابن لم يستأذن أبيه أو أمه، فرع لم يستأذن أصله، ابن لم يستأذن أبيه أو أمه، حيث وجب استئذانه. أبوه راجل كبير عنده 80 سنة وابنه عنده 60 سنة، تحلع المعيش ابنه، بس أبوه عنده 60 لسه عايش. قال له يا ابن أنا بتعكز عليك، ما فيش داعي تسافر، يمكن تاخدني برضو للدكتور، يمكن يجرى لي حاجة. أما أنا كبرت بقى، أنا اتحلت على المعاش بقى، وأبويا ده هيفضل كتم عليا كده طول عمري. يروح مسافر يبقى عاصي، لأن فرع سافر بغير إذن أصلي. شفت إزاي؟ يبقى طول ما الأب عايش والأم عايشة لازم أسمع كلامه، مفيش حاجة اسمها أصلي كبرت. كبرت إيه؟ طالما أبوك عايش وأمك عايشة أنت لسه فرع والأصل عايش. عمرك شفت فرع شجرة ساب أصلها وقال يمشي، ولا قاعد يتغذى من أصله؟ يفضل على طول مع أصله. لأحسن في ناس بيفتكروا أنه آدم كبر واتجوز واستقل في حياته يبقى مش واجب عليه قوي يعني يستأذن أمه وأبوه يسمع كلامه وخلاص الحاجة. لا، لازم يستأذنهم برضه. طالما عايشين يبقى ربنا معويشهم لك علشان ترضيهم تقوم تدخل بيهم الجنة. وفرع لم يستأذن أصله حيث وجب استئذانه بل سافر للجهاد. شوف شوف أكثر من كده، سافر للجهاد في سبيل الله وما استأذنش أبوه وأمه يبقى عاصي، هو مسافر يجاهد. شوف قد إيه، خد بالك من الحتة دي، ده مش مسافر يتفسح، لا ده مسافر للجهاد، لكن طالما استأذنش أبوه وأمه يبقى عاصي. ومن عليه دين حال يقدر على وفاء بغير إذن مستحق يبقى ده عاصي في السفر. أنا مستلف منك 10,000 جنيه هسددهم لك في جمادة الأولى، إحنا دلوقتي 3 جمادة الأولى وإحنا متفقين أنا هسددهم لك 1 جمادة الأولى. جيت أنا 1 جمادة الأولى أول ما دار الهفت قالت بكرة 1 جمادة الأولى، رحت أنا نازل مسافر عشان يجي يدور عليا الجدع اللي هو هياخد ما يلاقينيش، وعليا دين حال وأنا قادر على أدائي من غير ما استأذنه بالتليفون واستسمحه وقال له معلش انا جالي سفر مفاجئ وانا كنت ناوي اسدد لك الدين، حسبه لك مع اولادي عدي عليهم في اي وقت خده، او هكتب لك توكيل، او حسب لك شيك، او استسمحك اسبوع هسافر وارجع اديهولك، فاذا كده يبقى مش عاصي في السفر. لكن لما يبقى عليه دين حال ويقدر على ادائي
ويروح مسافر بغير اذن مستحقه او لا يترك وكيلا بالنيابة عنه يؤدي دينه، يبقى حرام، يبقى عاصي، فسر كتير قوي الحكاية دي. اصل الوقت الناس كانت بقت كتير قوي تستلف وما تردش، خد بالك من الحكاية. ومن عليه دين حال يقدر على وفائه بغير اذن مستحقه ولم ينب من يؤديه عنه، يعني ما سابش واحد يؤدي دينه عنه، فلا يترخص فيه، اي في سفر المعصية. ما يترخص بقى في ايه؟ في سفر المعصية. ليه؟ لان الرخص لا تناط بالمعاصي. ادي القاعدة بقى، القاعدة هنا تتعمل. الرخص لو في رمضان نقول له ما تفطرش صوم، يقول لك اصل ربنا يقول فمن كان منكم من على سفر، نقول له انت مش على سفر، ده انت على معصية فوق، فاهم؟ يقول لك ما انا مسافر، وما انت على معصية، انت سفرك ده نفسه معصية، ده انت عشان تتوب لازم تقطع السفر، فهمت؟ يبقى اي. وهذا جواب. اما في قوله اما سفر المعصية فلا يترخص، شوف اما سفر المعصية فلا يترخص، يبقى ايه فلا يترخص؟ ده جواب اما الشرطية يعني. وكان مقتضى المقابلة ان يقول فلا يجوز له القصد، لكن الشارح اراد زيادة في الفائدة، فلذلك قال فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع ولا فطر في رمضان ولا زيادة مدة المسح على الخف كمان، 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، كل ده ما يترخص فيه، كويس؟ لكن نقول له حيث أردت زيادة الفائدة كان الأولى أن تقتصر على قولك فلا يترخص بس، ليفيد أنه لا يترخص لا بقصر ولا جمع ولا غيرهما من سائر الرخص، سواء كانت تختص بالطويل وهي 4 الرخص المختصة بالسفر الطويل اللي هو 80 كيلو فما زاد 4، القصر والجمع والفطر في رمضان والمسح على الخفين 3 أيام. خد بالك الحاجات دي تحفظهم حفظ جدا، مش دلع. الرخص التي تتعلق بالسفر الطويل 4، والسفر الطويل اللي هو 80 كيلو فما زاد اللي هو 16 فرسخا 4 برد، البريد 4 فراسخ، واخد بالك؟ القصر والجمع والفطر في رمضان والمسح على الخفين 3 أيام، دي رخص في السفر الطويل. طيب او لا تختص بالطويل، طب سفر بسيط انا هروح لحد بنها مثلا، حد البدرشين، لحد اليوب، ده سفر قصير اقل من 80 كيلو، فيه رخص برضو متعلقة بيه، ما فيهاش قصر صحيح لكن ليه رخص اخرى. ولا تختص او لا تختص بالطويل بل تجوز في القصير ايضا، وهي 4 في السفر القصير بقى. اول واحدة ترك الجمعة اذا سافر قبل فجر يومها، اذا سافرت قبل فجر يوم الجمعة ورايح سفر قصير سقطت عني صلاة الجمعة، لكن لو سافرت بعد فجر يومها وسفر قصير واجب عليه صلاة الجمعة، واضح؟ والثاني واكل الميتة للمضطر، وليس مختصا بالسفر على فكرة، ده حتى ياكل الميتة بالمضطر المقيم، لكن ليه ذكرها هنا؟ لان غالبا الاضطرار بيحصل في السفر، طول ما الانسان قاعد في بيته وبلده بيعرف يصرف نفسه. واكل الميتة للمضطر وليس مختصا بالسفر، لكن لما كان لا يوجد غالبا الا في السفر عدوه من رخص السفر. وثالث حاجة وترك استقبال القبلة في النفل، ان يقدر يصلي النفل الى غير قبلة، يعني الصلاة التطوع يصليها الى غير قبلة في السفر القصير، مش كده برضو؟ ورابع حاجة والتيمم مع اسقاط الفرض به. واذا تيمم في السفر القصير ده لفقد الماء يسقط به الفرض وليس عليه الاعادة، دي رخصة برضو، واضح؟ ولا يختص هذا بالسفر ايضا، لكن لما كان السفر يغلب فيه فقد الماء بخلاف الحضر فإن الغالب فيه وجود الماء بحسب الشأن فيهما، عدوه من رخص السفر وزيد على ذلك صور أخرى، وممكن يزودوا صور تانية. وإن كان فقد الماء في الحضر والتيمم لصلاة الفرض مع فقد الماء في الحضر لا يسقط الفريضة، عليك الإعادة، مش كده برضه؟ إذا كان الحضر اللي أنت فيه نادرا ما تفقد فيه الماء، انما لو كان يغلب فقدان الماء فيه يبقى عليك
يسقط الفريضة وليس عليك الإعادة، إذا كما تكلمنا في التيمم سابقا. قوله بقصر ولا جمع، يعني فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع، أي ولا غيرهما كما علمته مما مر آنفا، زي صيام رمضان وزي إيه وزي الثلاثة أيام اللي هي المسح للخف. وفي نفس الحكاية برضو خد بالك يضاف إليها رخص سفر قصير كمان لا يترخص فيها مطلق كمان، يعني حتى صلاة السنة ما يصليهاش إلى غير قبل كمان ولا قاعد، يبقى يضاف إليها كل الرخص التانية. والثاني أن تكون مسافته أي السفر 16 فرسخة. ليه المسافة؟ تملي الناس تسأل تقول لك طيب القصر في السفر أي سفر ولا سفر على بعد كم كيلو؟ مش تملي بيسأل السؤال ده؟ هي دي المسافة، هي دي المسافة. وأن تكون مسافته أي السفر 16 فرسخة في اتجاه واحد مش رايح جاي، ما انا اروح بنها وارجع ادي 100 كيلو رايح جاي 100 كيلو 50 رايح و50 راجع، بقت كتير ايه ما تتحسبش قصر لان العبره في اتجاه واحد. واضح؟ لازم تكون في اتجاه واحد. ان تكون مسافته اي السفر 16 فرسخا ولو قطع هذه المسافه في لحظه، لان المشكله مش المشقه، العله هي المسافه وليست المشقه، المشقه حكمه وليست علة. حكمة يعني ايه؟ يعني ربنا قال للمسافر يكسر الصلاة يفطر علشان برضو غالبا بتبقى فيها مشقة، فربنا تيسيرا عليه، فالمشقة مش علة، لان لو علة تزول الرخصة بزوال ايه العلة بتاعتها، فلو زالت المشقة زالت الرخصة، لكن ما حدش قال كده، قال ده العلة المسافة، لان الفرق بين العلة والحكمة ايه؟ الفرق بين العلة والحكمة أن فالمسافة دي ظاهرة منضبطة ما تختلفش باختلاف الأشخاص ولا الأحوال ولا وسائل الانتقال، مش كده برضو؟ المسافة دي حاجة منضبطة صح؟ فيبقى المسافة دي علة. طب أمال المشقة حكمة؟ لأنها غير منضبطة، ما يرهقك أنت قد لا يرهقني أنا، قد تكون وسيلة مواصلاتك أنت أريح من وسيلتي، قد تكون وسيلة المواصلات صعبة لكن أنا عندي سعادة جوايا مخلياني مش حاسس بالسفر مثلا، مش كده برضو؟ يبقى الحاجات دي بتتفاوت فيها الناس تفاوت كتير، فيبقى المشقة حكمة وليست علة. والأحكام لا تناط بالإيه؟ بالحكم، تناط بالعلل. فهمتني إزاي؟ لأن الحكمة غير منضبطة والعلة وصف ظاهر منضبط، دي قاعدة مهمة تفهمها، لأن في ناس كتير يقول لك حتى لو السفر مريح، حتى لو هو هيروح بطيارة، بيقول له حتى لو كان من أهل الخطوة، خطة كده بقى في آخر الدنيا، في أكتر من كده بقى سهولة علشان يقول له، يعني بيقول لك أهو. يعني الخطوة؟ إن ربنا يطوي له المكان. يطوي له المكان، بس أدي معنى أهل الخطوة، كرامة. كما يطوي لبعض الناس المكان فيرى ما يحدث في الأماكن البعيدة. قال سيدنا عمر وهو على المنبر لما قال يا سارية الجبل، مش شاف سارية وشاف الجبل وهو في الشام وهو تن في المدينة، ولما كلمه سمعه، يبقى طوى له مسافته لدرجة ان صوته وصل لودن سارية. وبعض العلماء قال ولو مد يده لأمسكه كمان، شوف قد ايه، يبقى ربنا طوى المكان. بتحصل لبعض الناس الاولياء. في راجل في المنيل القديم كان بواب وعنده 80 سنة، كان يقول لا أنوي الصلاة إلا ورأيت الكعبة أمامي في أي بقعة كنت فيها ولو مغلق الجدار. أهو ربنا بيطول المسافة يشوف الكعبة يروح ناوي، يقول لك أنا ما بقلقش في موضوع القبلة، أنا بس أقول صلاة كده أبص ألاقي الكعبة يروح ناوي على طول. كرامة، بواب لا يقرأ ولا يكتب، أعرفه مات كان في المنيل القديم ساكن في اوضه تحت عماره ولي، الناس مش واخده بالها. ففي ناس كده طيبين حلوين بيحب النبي ويسجد الصلاه على النبي ويقرا قل الله واحد كتير وقاعد طول النهار يذكر ربنا وما دخلش جوفه حاجه حرام عمره، ما بيكرهش حاجه للناس ولا بيحب، يعني عايش كده مبسوط لا بيحقد على حد ولا بيعادي حد ومبسوط في امان الله. كل قال الحمد لله ما كلش اهو نايم والحكايه سهله وما اذاش حد،
فربنا اداله الولايه. الحكايه سهله، اموره سهله ملموم. فيعني ما تقلقش، في ناس كده، في امه النبي فيها الخير كتير، ما تقلقش. فبيقول لك ايه، وان تكون مسافته اي السفر 16 فرسخا. فبيقول ولو قطع هذه المسافة في لحظة لكونه من أهل الخطوة، أهو جايبها لك الشيخ، لكونه من أهل الخطوة، سواء قطعها في بر أو في أو بحر، لا يقال إذا قطع المسافة في لحظة لا يتأتى القصر لإقامته بعد ذلك، لأن نقول لا يلزم من قطعه المسافة الإقامة القاطعة للسفر. نحن قايلين الإقامة القاطعة للسفر أنه هيقعد 20 وقت، مش كده؟ لكن ما يلزمش كده، ده ممكن يكون من اهل الخطوة هيروح ويرجع، مش هيقعد المدة دي، فيبقى برضه مسافر لو ان يقصر. الاحتمال ان يقيم في المقصد اقامة غير قاطعة للسفر فيتأتى القصر حينئذ. واحنا كنا قرينا في الرسالة القشيرية كتير من الناس اللي هم من اولياء العراق، في الرسالة القشيرية كنا قرينا يقول لك يبقى خلاص عرفات بكرة وهو لسه في البصرة، في البصرة لسه وعرفات بكرة، يقول لك يقوم يوضب ويحزم حاجته رايح فين، رايح احج، الله ده بكره، ده بيقعدوا شهر وبعدين الناس تقابله في عرفات تاني يوم. وموجوده في الرساله مش قراء كتير من الناس كانوا كده، مش واحد ولا اثنين. ربنا يعني يكرمنا باوليائه. اي السفر يعني السفر المتقدم وهو السفر في غير معصيه 16 فرسخا وهي 4 برد. يعني الفرسخ 4 برد، كل بريد 4 فراسخ. 16 فرسخا دي 4 برد، البريد الواحد 4 فراسخ، فيكون مجموع 16 فرسخا 4 برد. فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد، ومثله إنما يفعل بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن المسافة بالبريد 4 برد، وبالفراسخ 16 فرسخا، وبالأميال الهاشمية 48 ميلا، لأن الفرسخ 3 أميال كما سيذكره الشارح، وبالخطوات 192 ألف خطوة، لأن الميل 4000 خطوة كما سيذكره الشارح، وبالأقدام 500 ألف و76 ألف قدم، لأن الخطوة 3 أقدام كما سيذكره الشارح، وبالأذرع 100,088 ألف ذراع، لأن كل قدمين ذراع، وبالأصابع 6,000 ألف يعني 6,900,000 ألف و12 ألف أصبع، لأن الذراع 24 أصبعا معترضة، وبالشعيرات اللي هو الشعير 41,400,000، يعني 41,400,000 و72,000 شعير. سهلة؟ طيب، لأن كل أصبع 6 شعيرات معتدلات معترضات، وبالشعرات اللي هي شعر البغل، كانوا يجيب لك شعر البغل كده ويحطوه جنب بعض يحسب لك المسافات، وبالشعرات 100,000 و48,000، يعني 248,000,000 و800,000 و32,000 شعرة، لأن كل شعيرة 6 شعرات من شعر البردون أي البغل. وإنما بالغوا في ضبط مسافة القصر حتى بالأصابع والشعيرات والشعرات، لأن القصر على خلاف الأصل فاحتيط له جدا، ولذلك كانت المسافة هنا تحديدية بخلاف المسافة بين الإمام والمأموم اللي احنا قلنا فيها 3 أذرع تقريبية كما مر. ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين، وهما سير يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين أو يوم وليلة، وإن لم يعتدل بسير الأثقال وهي الإبل المحملة مع اعتبار النزول والمعتاد للأكل والشرب والصلاة والاستراحة، لأن ذلك يزيد عليها. وضبطت مسافة القصر من مصر، هيقول لك وضبطت مسافة القصر، هيدي لك أمثلة ليها في مصر. الأذان دخل وقتهم بقى الواد ايه؟ يلا أذن يا سيدي يلا. وصل اللهم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب ذي الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث له المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. بيدي لك مثال هنا، وضبطت مسافة القصر من مصر القاهرة إلى محلة روح اللي هي المحلة الكبرى يعني، أو المحلة الكبرى، لا إلى طندتا اللي هي طنطا اسمها كده، طندتا التي فيها السيد البدوي رضي الله عنه، ولا إلى محلة مرحوم التي فيها الجوهري رضي الله عنه، فيها أولياء يديها يعني، كأن العلماء الأزهر كانوا بيشدوا الرحالة ويسيروا الأولياء هو فبيزبطوا، لأن شد الرحال للوالي مش ضد إيه حديث لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، لأن لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد يعني من جنس المساجد، لكن أنا مش بيشد الرحال للمسجد، ده بيشد الرحال للوالي يزوره، وبيشد الرحال للجد ويزوره، والأبو يزوره، وللموتى يزورهم، المساجد مش داخل. فالنبي بيتكلم عن مسجد للمسجد، يعني لا تشد الرحال من أجل بقعة لكونها مسجد إلا لثلاث مساجد بس، لكن أنا مش علشان المسجد، فمش داخل في إيه؟ في النهي عنه، خلافا للوهابية فهموا الحديث ده أنه نهي عام عن شد الرحال لأي حد، في حين أنه يروح يتفسح في لندن ويلعب قمار وما يقولوش كده حرام، بتوع البترول يقعدوا يلعبوا قمار هناك في لندن، ولو جه شد الرحال عشان يزور سيدنا الحسين هنا يقولوا كده حرام شرك، لكن يروح يلعب قمار في لندن لا، تصور. فخد بالك دي غير دي. وضبطت مسافة القصر من مصر القاهرة إلى محلة روح أو المحلة الكبرى، لا إلى طندتا التي فيها السيد البدوي رضي الله عنه، ولا إلى محلة مرحوم التي فيها الجوهري رضي الله عنه، لأن هذه المسافة لا تبلغ مسافة القصر في سفر البر. كان الظاهر طريق البر بتاعهم لحد طنطا أقل من 100 كيلو، كان مختصر عن الطريق الحالي، لكن لو ركبوا النيل كان يبقى أكتر، أخذك أكتر، لأن هذه المسافة لا تبلغ مسافة قصر في سفر البر، يعني إيه أقل من 82 كيلو كده، بخلاف سفر البحر فليس لمن سافر في البر لزيارة سيدي أحمد البدوي القصر، أو ما اعتبروا السفر معصية أهو، لأن إحنا عندنا الرخص لا تراد بالمعاصي، لو كان سفر معصية ما كانش قال يترخص، واضح كلام المشايخ؟ طيب، فليس لمن سافر في البر لزيارة سيدي أحمد البدوي القصر والجمع، وإن قصد زيارة الجوهري، وإن كان بعض العلماء جود ذلك وفعله، فإن النفس لا تميل إليه، ده لو سفر بالبر عشان مسافة قصيرة، لكن لو سفر بالبحر يقصر. أيوة الطريق اللي تعاه كان فيه طريق قبليه قبل السفلات، الكلام ده بالمئتين سنة، شغل 200 سنة ده مختلف طبعا. ولمن سافر في البحر لزيارة من ذكر القصر والجامع، يبقى ده سفر ليس معصية، واضح؟ خد بالك من الحتة دي، ردا على الوهابية، تكتب عليها كده في الهامش ردا على الوهابية. ولمن سافر في البحر لزيارة من ذكر القصر والجامع، لأن المسافة في البحر تبلغ مسافة قصر، كذا نقلوه عن تقرير الأستاذ الحفناوي، قول تحديدا يعني المسافة دي تحديد ولا تقريب، يعني لو فرق التحديد يعني ايه، يعني لو قلت كيلو ما تفرقش، او مثلا 50-60 متر ما تفرقش، ولا هي تقريب تمشي يعني، المعتمد ان هي تحديد لانها خلاف الاصل، اي حال كون 16 فسخا محددة فيضر النقص ولو شيئا يسيرا ولا تضر الزيادة، وقوله في الاصح أي على القول الأصح تحديدا في الأصح، يبقى في قول مقابل للأصح إن هي تقريبية لا يضر الفرق البسيط، لكن الأصح اللي هو عليه الفتوى إن هي تحديدية، ومقابله اللي هو مقابل الأصح يسمو صحيح القول بأنها تقريب لا تحديد، والمعتمد الأول في الفتوى يعني إن هي تحديدية. لما علمت أن القصر على خلاف الأصل فيحتاط له جدا، ولذلك بالغوا في تقديرها بما مر، لكن لا يشترط تيقن التحديد بل يكفي الظن بالاجتهاد، يعني ما يشترطش التيقن لكن الظن بالاجتهاد، المسافة كام؟ يقول لك دي فوق 85 كيلو،
غالب ظنه كده يكفي دي دي كفاية فهمت يبقى يكفي الظن بالكتاب خلافا لما يهم تعبير المحشي كغيره بتحقق تقدير المسافة وإن أمكن أن يقال المراد بالتحقق ما يشمل الظن المذكور قول ولا تحسب مدة الرجوع منها يعني ما تحسبش رايح جاي لازم تبقى في اتجاه واحد أي فلا بد من كونها ذهابا فقط لا ذهابا وإيابا حتى لو قصد محلا على مرحلة بنية ألا يقيم فيه بل يرجع لم يقصر لا ذهابا ولا إيابا مرحلة مش مرحلتين احنا قايلين ان هي مرحلتين محلا على مرحلة يعني نص المسافة دي نص المسافة يعني محلا على بعد 45 كيلو ويرجع كمان 45 كيلو فهم؟ لو قصد محلا على مرحلة بنية ألا يقيم فيه بل يرجع لم يقصر لا ذهابا ولا إيابا وإن حصل له مشقة مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا مع كون المغلب في الرخص الاتباع وإن كان قد يدخلها القياس كقياس ما في معنى الحجر عليه في الاستنجاء يعني أحيانا يدخل في الرخص القياس بس في ظروف ضيقة جدا لكن الغالب أن الرخص لا يدخل فيها القياس لأنها خلاف الأصل وادالك مثال في الرخص اللي دخل فيها القياس اللي هي حجر الاستنجاء قلنا كل جاف في قالع غير محترم طاهر يجوز أن يكون حجر استنجاء فيبقى منديل الكلينكس يمشي فهمتني ازاي منديل الكلينكس يبقى حجر استنجاء استعمله يعني لما تخش دورات المياه عند الاوروبيين ما تزعلش ان ما فيهاش ميه خش بمنديل كلينكس المسلمين حكايه واسعه عندهم مش تقول لي اصل انا قعدت هناك اسبوع ما صليتش ليه يا عم ما صليتش اصل ما فيش عندهم ميه في دورات الميه ما انت جاهل اعمل لك ايه بقى ما عندهمش مناديل كلينكس محطين لك كلينكس في كل حته مع ان المياه قريبه يعني يجوز الاكتفاء بالاستنجاء مع وجود الماء يجوز الاقتصار بالحجر حجر الاستنجاء مع وجود الماء يجوز والاولى الجمع بينهم الافضل وان اراد الاقتصار باحدهما فالماء افضل الكلام ده كنا قلناه زمان هو عشان يحصل عليه لازم يرفع غطا كومباينيشن ويمد ايده او يدخل بوكوز معاه او يقول شغلانه عايزه تكلف عايز اتكلف لكن الشرع ابسط من كده سهل منديل كلينكس ويمسح ثلاث مسحات على الاقل ثلاث مسحات على الاقل على الاقل ان حدث الانقاء فان لم يحدث الانقاء بثلاث فعليه رابعه فان حدث الانقاء يسن ان يزيد واحده ثانيه عشان يبقى وتر فان حدث الانقاء بالخامسه كفى فان لم يحدث يزيد سادسه فان حدث الانقاء يسن زياده سابعه عشان يبقى وتر وهكذا فان حدث الانقاء باثنين وجب زياده الثالثه لان اقل الاستنجاء ان يكون ثلاث مسحات فاكرين القواعد دي مهمه الحكايه دي يبقى اللي بيشتكي من الحاجات دي بيبقى غير فقيه لكن الفقيه يروح فين هيعبد ربه والله لو قعد فين برضه مش هتفوت الصلاه لو قعدوا في القبر فهمت سهله يعني يبقى فاقد طهورين هيصلي على حاله اما ينزل الارض يبقى يعيد ويبقى قبلته كوكب الارض سهل على طول الحكايه سهله معاه ماشيه لكن اسمه فقد الطورين لا طاي الميه ولا طاي الارض يبقى فقد الطورين معلق بين السماء والارض يسموه فقد الطورين طب يعمل ايه يصلي على حاله بس افرض اصابته جنابه لا يقرا في الصلاه الا الفاتحه لضروره صحته ولا يقرا مع السور لان لا يجوز قراءه السوره للجنب وما يبقى ينزل الارض ان شاء الله بالسلامه كده يبقى عيد الفترة اللي قضاها فيه في الأرض. هي سهلة يعني، يعني هيعبد ربه لو على كوكب الزحل حتى. فهمت ازاي؟ ادي ميزة الفقه. انك انت باستمرار ذاكر لربك على كل حال ما فيش حاجة هتوقفك. لكن ده واحد يروح أمريكا يتوقف على بلد ليه؟ أصل يقول لك الحمامات ما فيهاش مية. ما أنت لسه على كوكب الأرض يا ابني الحمامات ما فيهاش مية إيه المشكلة يعني؟ هنقول لك ابني حمام يعني؟ ما يجراش حاجة، أبقى سافر بخرطوم. حط معاك كوز ما يجراش حاجة يعني إذا كان الحكاية المية ضرورية خلاص بسيطة نعرف ناس كانوا يسافروا رحلات البر في العمرة بالخرطوم ما يجراش حاجة يجوز مش يكوز
فهنا بقى بيقول لك ايه، الرخص لا يدخل فيها القياس، لكن قد يدخلها في ظروف ضيقة كحجر ايه ما في معنى حجر، الحجر الذي عليه في الاستنجاء. والفرسخ 3 أميال، خد بالك، فتضرب 3 أميال في 16 فرسخا تديك 48 ميلا. ولذلك قال الشارح: وحينئذ فمجموع الفراسخ 48 ميلا، أي وحين إذ كان الفرسخ 3 أميال فمجموع الفراسخ 16 48 ميلا، لأن ذلك هو الحاصل من ضرب 3 في 16. والميل 4000 خطوة بضم الخاء، لأن الخطوة بالضم ما بين القدمين اللي هي المسافة اللي بين القدمين، إنما الخطوة بالفتح يعني المرة، المرة، إنما الخطوة المسافة. يبقى الخطوة هي المرة والخطوة هي المسافة، خدت بالك؟ وهو المراد هنا وبالفتح نقل القدم، هي نقل القدم نفسه. والمراد 4000 خطوة بخطوة البعير لا بخطوة الآدمي. والخطوة 3 أقدام، أي بقدم الآدمي على الصواب، خلافا لما نقل عن مرآة الزمان لابن الجوزي حيث قال بقدم البعير، لأن البعير لا قدم له وإنما له خف، لأن ذلك من نحو الفرس يسمى حافرا، ومن نحو البقر ظلفا، ومن نحو الجمل خفا، ومن نحو الآدمي قدما، فهو المراد كما هو المتبادر من كلامه. والمراد بالأميال الهاشمية أي المنسوبة لبني هاشم لتقديرهم لها في زمن خلافتهم، لا إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قد يتوهم. واحترز الشارح بذلك عن الأموية، يبقى الهاشمية في أيام الفترة العباسية. وفي برضو الميل الأموي بضم الهمزة المنسوبة لبني أمية لتقديرهم لها في زمن خلافتهم، فإن المسافة بها 40 ميلا فقط، إذ كل 5 أميال أموية 6 أميال هاشمية. والثالث، نقف على الثالث، أن يكون القاصر مؤديا للصلاة إيه الرباعية، دي نقف عليها اللي هو الشرط الثالث يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرون.